هو يا سعد عرقانة؟ هو ايه يعني؟ برضه بموت فيكي. ما هو باين. عشان كده كل طلباتي مجابة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده تون زعل ده ولا ايه؟ أرجوك أنا ما أقدرش. لا قدرت يا كومي. وفي ريال عندك بقت خلاص. مع إن لسه ما فاتش على جوازنا كام يوم. حبيبي قشر والدنيا كلها تحفر تحت رجليه. وأنا مش عايزة الدنيا كلها. هما حاجتين. أنا مش طماعة وأنت عارف. طبعا عارف. أموري يا روح قلبي. أول حاجة تبقى راضي عني. وتاني حاجة عايزة عربية غير اللي أنت جبتها لي. مش كفاية ما عملتليش فرح؟ حبيب قلبي إحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. ولادي وبنتي الكبيرة معقولة يعني يبقى فرحها آخر الشهر وأبوها بيتجوز النهاردة ينفع كده؟ أيوة ينفع. لا هو عيب ولا حرام. عارف والله عارف. بس يعني كلام الناس والجرايد والمجلات اللي ما وراهاش حاجة غيري. وبعدين يا ستي ما أنا حطيت لك تمن الفرح في العربية اللي أنا جايبها لك. دي لجور يعني بمليون إلا. ولو بمليون وزيادة. بيبي أنت عارف إن في ريال ما بتحبش تركب غير الحاجة اللي على مزاجها وبس. وأنا تحت أمر مزاج القمر. هتعشيني فين بعد ما تجيب لي العربية؟ ولو إني عارف هتجيبي إيه ومن عند مين. هما جوزين التيران اللي أنت بتمشيهم ورايا دول. لحمايتي ولا لحاجة تانية؟ هنبتدي بقى نقول أي كلام. في ريال أنا قبل كده قلت لك دول علشان إيه؟ ولما هما عشان حاجة تانية غير إن هما يتجسسوا عليا. ما بتستناش لي لما أنا أقول لك كنت فين وبعمل إيه؟ ما أنا عارف طبعًا إنك هتقولي لي. هو أنا لا سمح الله قلت إنك بتخبي ولا حاجة؟ ده اهتمام في ريال. زي ما بهتم بعيد ميلادك وعيد جوازنا. وأي أخبار تانية تهمك. خير. أنت على وزن إشمعنى؟ طب طليقك اشمعنى؟ عرفت ان هو اللي متورط في تفجير الكنيسه. جمال تتجنن خالص. جنن بقى ولا ما تجننش؟ هو كده ضيع نفسه بنفسه. ايوه بس سليم هيعمل ايه؟ هيقعد عند جده طبعا. في ريال انا بقولك الكلام ده علشان اطمنك وافرحك واعرفك جمال بتاعك ده وصل لحد فين. مش عشان الاقيكي جايبه ابنك تاني يوم الصبح. بعدين ما تمثليش، لا انت عايزه عيال ولا انا عايز عيال في بيتي.